نجتهد ونثابر نعمل ونحاكي مهن المستقبل. نسأل من كان بها أدرى، من لا يخفي عنا سرا. كنت طبيباً أو نجارا، صائغ ذهب أو حجارا، أو عالم فلك في المرصد، بستانياً يبذر يحصد، سائس خيل أو بحارا، لاعب سيرك أو طيارا. أياً كانت هذه المهنة، فخذوا سر المهنة منا، وتعالوا نقف ونتأمل في مهن للمستقبل. صباح الخير، أدعى أودري وأنا في 14 من عمري، أحلم أن أصبح محامية. أنا سعيدة جداً لأنني في قصر العدل في باريس، هيا بنا. صباح الخير. صباح الخير، ترغبين أن تصبحي محامية؟ أجل، هذا حلمي. هذا جيد، أصغي إلي وسأريك كيف يسير الأمر. حسن. لنذهب. أتعلمين ماذا يفعل المحامي حين يأتي إلى المحكمة؟ يرتدي رداءه. صحيح. وما فائدة هذا الرداء؟ الفائدة أنه مثل الزي الرسمي، على سبيل المثال سيجنب ذلك القاضي أن يتشتت انتباهه أو يتأثر بسبب الملابس، فلا يميز إن كانوا أثرياء أم فقراء. هذا جيد، اسمعي، سنذهب اليوم إلى الغرفة الأولى، ولا يوجد فيها جمهور، ولا يمكن التصوير فيها حين توجد قضية سارية. سوف أسألك أين يجلس المحامي هنا برأيك، هل تعرفين؟ بجانب موكله؟ أجل، أعطني مثالاً. هنا؟ هنا أو هناك، يمكنه الجلوس في هذه الجهة أو تلك. لماذا توجد جهتان؟ لكلا الطرفين. لكلا الطرفين، صحيح، ويجلس الجمهور في الخلف ليكونوا في مواجهة المحكمة. لنكمل. هل المحامون أصدقاء للقضاء؟ إن علاقاتهم ببعضهم البعض هرمية جداً، لا سيما أثناء جلسات الاستماع. هناك طقوس معينة وقواعد محددة جداً في طريقة مخاطبتهم للقاضي. العلاقة بينهم هي شبه رسمية. هل فهمت؟ هل يستطيع المحامي الجلوس في مقعد القاضي؟ هذا لا يحصل عادة أثناء المحكمة. إن كنت ترغبين يمكنك الذهاب للجلوس في مقعد القاضي بما أنك لست محامية. أتعرفين؟ يمكنك دراسة الحقوق بعد مرور بضع سنوات. ولماذا منصة القاضي أعلى من منصة باقي المقاعد؟ إن العدالة فوق البشر، ولأجل أن يرى بشكل أفضل مما سيرى لو لم يكن المرء على مستوى نظره، لذلك كرسيه مرتفع. سيدتي القاضية، أعلن أن موكلي قد قاد سيارته بدون رخصة، لكنها المرة الأولى التي يفعل بها ذلك، لذا أرجوك بألا تكون العقوبة مشددة لو سمحت. هل يعمل موكلك؟ لا، إنه عاطل عن العمل. إن قررت أن أحدد غرامة، يجب أن تكون متكافئة مع دخل الشخص. حسناً سيدتي. حضرة القاضية. آسف، أعني حضرة القاضية. أنت لم تندهشي بالأسئلة، ولا بد من أن تستمري، لهذا أعتقد أنها بداية جيدة. هل يبقى المحامي بردائه دائماً؟ إن جزءاً كبيراً من عملنا يتم في المكتب. من أين جاءت تسمية محامي؟ تم اشتقاقها من الكلمة اللاتينية advocatus، وتعني الشخص الذي يجادل في المحكمة، لذا الجدال والمناقشة تعني الذهاب إلى المحكمة لشرح سبب ارتكاب الجرم. دخل شقيقي الامتحان. هل أنت من قام بتدريسه بالمواد الدراسية المطلوبة؟ لقد اتصلت به وزودته بالمواعيد، مواعيد الأحداث التي حصلت خلال الحرب العالمية الثانية. أنت كنت مساعدة لأنك زودته بالإجابات. نعم.
لديك هنا القوانين لتساعدك في العمل: القانون الإجرامي والقانون المدني وقانون العمل والقانون التجاري. في هذه الحالة المشكلة تتعلق بالقانون الإجرامي، لذا سوف نبحث عن المادة. المادة 441. حسناً، لقد قمت باختيار المواد القانونية المطلوبة، اقرأيها. أي شخص مذنب بهذه الجنحة سيحكم عليه بالسجن 3 سنوات وبغرامة تساوي 9000 يورو أو إحدى العقوبتين معاً. هذا هو نص المادة. تستخدمينه كأساس، وبعد أن تطلعي على الملف وفي قضية كهذه تستطيعين تحضير المعلومات الموجودة لديك بسهولة أكبر من أجل القضية، ثم تفكرين بأسلوب الدفاع. حسناً حضرة المحامية، هذا ما تفعلينه. ينتابني فضول شديد لأرى ما لديك من أدلة ضدي في المحكمة. أحسنت الإصغاء يا أودري، آمل بأنك قضيت يوماً ممتعاً، وأتمنى بأنك في الوقت الذي أمضيناه معاً تعلمت عن هذه المهنة. أردت أن أسلمك رمزاً بسيطاً لمهنتنا. شكراً. هذا أحد القوانين، إنه قانون كبير ومهم وهو سميك، سيلهمك من وقت لآخر في المواضيع التي يحتويها، وهذا جيد. شكراً لك، هذا لطف منك. زورنا قريباً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أحببت المحكمة كثيراً، إنها كبيرة كما أن الرداء جميل. لقد كان حلمي منذ كنت صغيرة وأسعى لتحقيقه. ما لم أحببه هو بقاء المحامين في منصتهم وعدم مطالبتهم بغير ذلك. أحببت تجربتي في الدفاع عن شخص ما، لأنني أعتقد بأنني نجحت في الدفاع، وهذا على الأقل يعتبر إنجازاً بالنسبة لي. مرحباً، أدعى آدلين، عمري 13 عاماً وأود أن أصبح صحفية في المستقبل. سأذهب لأوليفر، تعالوا معي. يستطيع الصحفي ممارسة عمله في أماكن عدة، في التلفاز والمذياع. إن آدلين مهتمة بالصحافة المطبوعة، اليوم ستخطو خطوتها الأولى في كتابة صحيفة يومية. مرحباً. مرحباً. أنت أوليفر؟ نعم، أنا سعيد لرؤيتك، أهلاً بك، تفضلي. شكراً. سأعلمك عمل المحرر. أوليفر محرر لصحيفتين يوميتين للأطفال، عرض الجزء الثالث لفيلم أمريكان باي. كان في الأمس عرض الجزء الثالث لفيلم أمريكان باي. لابد بأن يكون هناك اهتمام كبير من ربات المنازل لهذا اليوم. يجتمع الصحفيون في مؤتمر إعداد على فكرة، هذا هو اسم المؤتمر الصحفي. أثناء الاجتماع يتم تحديد ما سننشره في الصحيفة وتحديد المعلومات الآتية من مصادر مختلفة. نبحث في وكالة الإعلام الفرنسية ووكالات الإعلام الأخرى أيضاً. هذه في غاية الأهمية، فعلى سبيل المثال هناك 1000 صحفي في وكالة الإعلام الفرنسية منتشرون في جميع أنحاء العالم، وحين يحدث شيء ما في الصين أو في إفريقيا يكتبونه على جهاز الحاسوب ويتم نقله إلى باريس، وتتسلم جميع الصحف هذه المعلومات. هناك معلومات جديدة كل دقيقتين تقريباً. إن جيريمي صحفي أيضاً، وقد اكتشف هذا الصباح 5 مواضيع مثيرة للاهتمام، يجب نشر 2 منها. تصغي آدلين بعناية لأنها ستختار ما سينشرونه. كانت الصين أول من أرسل رجلاً إلى الفضاء، القرد الذي يحرك الذراع الآلية. المدرسة الهندية تريد تعليم الفتيات ليصبحن الزوجات المثاليات. اليوم العالمي لمكافحة الجوع ولعبة الفيديو هاف لايف 2 والتي أصبحت لعبة العام. أنستي، أي موضوع ترغبين بقراءته؟ ما هو الذي لفت انتباهك؟ القرود قادرة على تحريك ذراع الآلية بواسطة التفكير. أجل؟ وإطلاق أول صيني إلى الفضاء، وصل المرشحون 3 الأواخر إلى قاعدة الانطلاق. حسناً. عادة ما ينطلق أوليفر للتحقق من الخبر، لكنه اليوم بقي من أجل الإعداد، فقد استغل الفرصة ليتناقش مع آدلين. ما هي أفضل ذكرى تحملها؟ الذكرى الدائمة لدي والتي لن أنساها أبداً كانت حين ذهبت إلى مقدونيا. كان ذلك أثناء حرب كوسوفو. كان هناك كل أولئك اللاجئين، لم يعد لديهم منازل وكانوا جائعين. ثم وصلت ومعي كاميرا صغيرة ودفتر ملاحظاتي. قالوا لي: ما
ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وبأنني سأزعجهم، وبأن لديهم أموراً أهم من الإجابة على أسئلتي. وفي النهاية كانوا بحاجة لعرض كل المآسي والفظاعات التي اختبروها. في النهاية لم أضطر لسرقة شيء منهم دون رغبتهم، فقد رغبوا بالكلام. كنت هناك لأسمع صدى صوتهم، عندها شعرت بأهمية عملي. هيا، إن رغبت بمرافقتي سوف نستدعي المصمم لنطلب منه إعداد رسوم هذا اليوم. اليوم خاص بعض الشيء، لأن لدينا صحفية صغيرة وهي تدعى أدلين، وهي من سيطلب تصاميم اليوم. ها هي، تفضل. مرحبا بوهير، أنا أدعى أدلين. يعد بوهير الرسومات المستخدمة للتوضيح في المقالات. إنه رسام وهو يعمل في منزله، ويجب الاتصال به لإخباره عن القضايا المطروحة. تصاميم هذا اليوم. أدلين، أخبريه عن الصيني في الفضاء. رسومات هذا اليوم الصيني في الفضاء. أول صيني يسافر إلى الفضاء. حسناً، هذا مناسب يا أدلين. بعد ساعة إذن. حسناً، شكراً. تلقي أدلين نظرة على تخطيط الصحيفة، لكن جيريمي اتصل لكتابة ملخص الجودة. من الصعب الكتابة بسرعة في حين أن الجودة مطلوبة. عليك أن تشعري بالفضول، عليك الانتباه لكل شيء، وعلينا أن نكون صادقين. حسنا. علينا أن نتأكد من صحة المعلومات، لأنه لا يمكن كتابة كل شيء في الصحيفة. هذه المعلومة على سبيل المثال لم أتأكد منها بعد، لكنني سأشاهد الآن صحف ألمانية أخرى على مواقع الإنترنت. سوف أحاول اكتشاف الحقيقة. بفضل نصيحة جيريمي تستطيع صحفيتنا المتدربة الآن الانتقال إلى إصدار الأوامر. سوف نقوم بذلك كما قلنا من قبل. سوف نضع أولاً العناوين الرئيسية. إنه صبي عمره 5 سنوات، سرق المال من أحد العرسان ليشتري لنفسه الحلوى في مدينة ألزي. ألزي؟ أجل، هذا جيد. أن يشتري الحلوى، أليس كذلك؟ أجل هذا الموضوع. ما رأيك يا أوليفر؟ حسناً، هذا جيد. بالنسبة لي جميع المعلومات متوفرة، فقد أجابت عن 5 أسئلة بشكل كاف ومرض. من؟ ماذا؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟ حسناً، علينا الآن أن نصل إلى عنوان. أجل، سنختار عنواناً مناسباً الآن. سأقدم لك يا أدلين بضعة هدايا صغيرة لأشكرك على قضائك اليوم معنا. هذا على سبيل المثال لتعرفي كل شيء حدث في العام الذي ولدت فيه، وهذا دفتر ملاحظات وهدايا أخرى. حسناً، تفضلي. أشكرك كثيراً. شكراً. آمل أن أراك مرة أخرى، وأتمنى أن تأتي لزيارتنا دائماً. بكل السرور. إليكم الآن رأي أدلين. وظيفة الصحفي أن يشرح أموراً كثيرة، ولهذا السبب فهي مثيرة للاهتمام. السلبية الكبرى هي ضرورة النهوض باكراً، وأنا كسولة للغاية. بالرغم من وجود السلبيات سوف أستمر بذلك، لأن هذا هو ما أحبه. صباح الخير، أدعى سارة وعمري 9 أعوام، وأحلم بأن أصبح طبيبة عيون. سأقابل اليوم جان لويس وهو طبيب عيون. طبيب العيون يعالج العيون، يمكنه أن يصف النظارات ويجري عمليات جراحية دقيقة. صباح الخير. صباح الخير. أنت سارة؟ نعم. اجلسي قليلاً. تريدين أن تصبحي طبيبة عيون؟ لتكوني طبيبة عيون نحتاج أن نحضرك قليلاً. سأعطيك قميصاً، هيا بنا. هيا. جان لويس طبيب عيون جراح، يعالج سنوياً أكثر من 2000 عين ويجري جراحة ل400 مريض. هذه مقصورة المعالجة، يأتي المرضى إلى هنا للحصول على استشارة، ولكن قبل كل شيء يجب إلباسك هذا القميص. سأساعدك. لماذا نرتدي القميص؟ نرتدي القميص لأنه يقوم بحماية المرضى من الجراثيم التي نحملها، وبحمايتنا أيضاً، لأننا نقابل العديد من المرضى من جهة، ومن جهة أخرى لأننا نستعمل الكثير من المستحضرات، وبالتالي إن وقعت على ملابسنا تتسخ.
وبالتالي نضطر لتبديل ملابسنا. أول مريض قد وصل، سنذهب لنستقبله. صباح الخير. جيل مريض يرغب في فحص نظره. من الضروري إجراء فحص للعينين مرتين سنوياً على الأقل. يملك أطباء العيون في أيامنا معدات دقيقة جداً. بواسطة هذه الآلة وبوضع عدسات فعالة أكثر أمام العين، يمكننا أن نعرف ما يستطيع المريض قراءته. سنحاول الآن معرفة هذا الأمر، وذلك بتصنيفه من 1 إلى 10. بدءا من أي مستوى نكون بحاجة إلى نظارات؟ نحتاج إلى نظارات عندما نعاني من نظر غير جيد. عندما يكون المرء شاباً يجب أن يتمتع بنظر ممتاز. والآن ستكونين أنت الطبيبة وستجرين الفحص لهذا السيد. حسناً، هل بمقدورك الرؤية؟ نعم. أي حرف ترى؟ دي بي أو إكس. والآن؟ بما أنه ليس بإمكانه القراءة، يجب أن نضع له عدسة وكأننا نضع له نظارة. أدير المفتاح نحوي. أترين؟ اكتشفت أن المريض لا يتمكن من قراءة الأحرف الصغيرة بهذه الآلة، لذا جعلها جان لويس تجرب آلة جديدة. ما هدف هذه الآلة بالتحديد؟ إنها أشبه بقطعتين متلاصقتين لتكبير العين قليلاً، لأن العين ليست كبيرة. هل ترين النور؟ أظهر فحص سارة أن المريض لا يعاني من مرض في العين، نظره ضعيف قليلاً وهو بحاجة فقط لنظارات. لا أرى أي مشكلة، كل شيء يبدو طبيعياً. أنت بحالة جيدة. يضع المريض رأسه هنا في الداخل ليكون ثابتاً ولا يتحرك حتى نستطيع تشخيصه. بعد التشخيص، هل نحن من يقوم بتصنيع النظارة؟ كلا، لا نقوم بتصنيع النظارات، ولكننا سنقوم بإعطاء وصفة. حسناً. الأمر أشبه بعمل المهندس، هو من يرسم المنزل ولكنه لا يبنيه. هنا يقوم صانع النظارات بصنعها، ولكننا نقول له كيفية ذلك. هذا دفتر الوصفات، الآن ستدونين الوصفة. اسمك لو سمحت؟ بفضل التعليمات التي دونتها سارة على الوصفة، يصبح بمقدور صانع النظارات صنع النظارة الملائمة. شكرا لكما. في الواقع يرتكز قسم كبير من طب العيون على رؤية أمراض العين. يتم معالجتها إما بأدوية أو قطرات في العين أو إخضاع العين المريضة للجراحة. نحن هنا في المنطقة المعقمة، أي أن أقسام العمليات موجودة هنا. قبل دخول قسم العمليات لإجراء عملية جراحية للمريض، يجب غسل اليدين جيداً. فعلت ذلك. جيد، ولكننا سنغسلها على الطريقة الخاصة بالجراحة. طريقة أخرى؟ بمستحضر آخر. ولكن بماذا؟ للتخلص من أكبر عدد من الجراثيم ونقل أقل عدد منها خلال العملية. أفهمت هذا؟ يغسل جان لويس وسارة يديهما وصولاً إلى الساعدين بصابون خصوصي، ويرتديان بعدها قميصهما بمساعدة الممرضة. هذه الاحتياطات مهمة جداً كي لا يكون المريض على اتصال مع الجراثيم خلال العملية. إنه حامل الإبرة، تمسكينه على هذا النحو وتحملين الإبرة. بواسطته ستغرزين المنطقة البيضاء بواسطة الإبرة. حسناً، اتركيها الآن. نقوم بإقفال الجرح بواسطة هذا. انظري عبر المجهر، حرك الإبرة واغرزيها جيداً. الآن حاول استعادتها. هل رغبت دوماً في أن تصبح طبيب عيون؟ في الواقع لطالما رغبت في أن أصبح طبيباً، وعندما تعرفت إلى ماهية طب العيون أعجبني ذلك وأردت امتهانه. من الجميل أن تنظري طوال الوقت في عيون الأشخاص. كيف كان نهارك؟ كان رائعاً. هذه هدية لك، مجموعة طبيب العيون الصغيرة، توجد فيها الإسفنجة التي أحببت غسل يديك بها. آمل أن تكوني قد أحببت هذه المهنة. أنا فخور جداً بك، أنت رائعة بالفعل. شكراً. إلى اللقاء سارة. إلى اللقاء. والآن نستمع إلى رأي سارة.
لقد أحببت جدا التحكم بأدوات الفحص. ما أزعجني هو ارتداء الملابس وخلعها وارتداء الكفين، إنهما يضغطان على اليدين، هذا مزعج. أحببت محاولتي لإقفال الجرح الصغير الذي قمت به على البلاستيك. مرحبا، اسمي مارتن، عمري 11 عاما، والمهنة التي أود ممارستها هي مهنة الفران. سألتقي جان في مخبزه. الأرغفة المستطيلة الهشة وأرغفة الخبز والمعجنات الساخنة، الفران وريث مهنة تعود إلى قرون عدة، إنه في نفس الوقت حرفي ماهر وتاجر خلاق. صباح الخير. صباح الخير، تريد أن تصبح فراناً؟ أجل. جيد، لم أدعك تأتي باكراً جداً لأنني بدأت العمل عند 3 فجراً. حسناً. جان فران يعجن ويخبز أكثر من 162 ألف رغيفاً سنوياً. للأرغفة المستطيلة يستعمل وصفة تقليدية سيعلمها لمارتن. سأضع الآن المكون الأساسي وهو الطحين. حسناً. لقد وضعت الطحين، ثم سوف أضيف الماء. هذا يسمى مبرداً، لأنه عندما يكون الطقس حاراً يجب أن يكون الماء بارداً. إن أضفنا الماء دون تبريده فلن تكون العجينة جيدة، ستكون ساخنة جداً ولن يكون الخبز لذيذاً. هذه هي الخميرة، ولدي 16 كيلوغراماً من الطحين وعشرة لترات من الماء. يجب أن أضع 100 جرام من الخميرة. حسناً. ضعها أنت. سأفعل. 90 100، سنضعه في العجانة الآن. ضعه أنت. نزيل الماء ونفتح الغطاء، هكذا نسهل الموضوع. هيا أفرغه بهذا الشكل، دق عليه قليلا من الداخل. يجب أن نجعل الخميرة تنزل، ثم نأخذ وزن الملح. يجب أن تضع 340 جراما من الملح. 300 340. حسنا، كيف أصبحت فراناً؟ بدأت بالحصول على شهادة مهنية، إنها شهادة في مجال العمل كفران. درست خلالها على مدى 2 عامين، ثم درست سنة ثالثة في مجال العمل على صناعة الحلوى، ثم حصلت على إجازة بمجال العمل كفران خلال 2 آخرين. ما هي الخميرة؟ الخميرة عبارة عن عجينة مصنوعة بطريقة طبيعية، إنها مزيج من الطحين والماء، تم تخميرها ومن ثم ترطيبها، وخلال 3 أسابيع يمكن استخدامها. سأدعك تأخذ وزنها الآن. ما فائدتها؟ إنها تضفي نكهة إلى الخبز وتساهم في حفظه. الآن سنضعها في العجانة. دعها تدور حوالي ربع ساعة. ربع ساعة؟ أجل، ليست مدة طويلة. عندما تجهز العجينة يقوم جان ومارتن بأخذ وزنها ويقسمانها بالتساوي لكي تشكل ما نسميه بقطع العجين، أي أن قطع العجين سيتم استعمالها لصنع الأرغفة المستطيلة. والآن سنشكل الأرغفة المستطيلة. أجل. سنضعها في الآلة. نعم. إنها مشكلة. مشكلة. سأريك أول رغيف مستطيل. نشغل الآلة ويجب أن نضع الأرغفة في الوسط تماماً. حسناً، كم رغيفاً يمكننا أن نصنع في اليوم؟ حوالي 500 رغيف، وحسب ما يطلب منا من الزبائن. لكي نصنع كل هذا، يجب أن نكون منظمين جداً. يضع جان قسماً من الأرغفة المستطيلة في غرفة مبردة، وسيقوم بخبزها غداً صباحاً. حضرت لك كل المكونات، وأنت ستحضر الأرغفة المستطيلة. وعلى الأرغفة المستطيلة سنضع حبوب السمسم والخشخاش. عد مباشرة إلى الخشخاش وغطسها بالكامل. بالكامل؟ بالكامل. إنها لينة، إنها عجينة لينة للغاية. يمكننا أن نصنع كل أنواع الخبز؟ كل أنواع الخبز، كل ما نريد؟ نعم، حتى بالإضافة للفاكهة المجففة كالمشمش والتين. اصنع واحدة، أنت يمكنك أن تضع الجوز أو الزيتون، أي شيء تريد، أي شيء. هل أخذ منها وأرشها في كل مكان؟ أجل، ومن ثم تضغط عليها. الآن هل أضغط؟ نعم. ثم أبرمها؟ لا يجب أن نتردد، هيا أبرمها. ما مواصفات الفران الجيد؟ الفران الجيد يستمر بالتقاليد، ويجب أن ينقل المهنة، وقبل كل شيء يجب أن يكون له نهج معين، كما يجب أن يحب العمل المتقن. هذه هي صفاته.
إن الظهر ورفوف المحل فارغة تقريباً، لذا سيحضر جان دفعة جديدة من الخبز. سأريك كيفية القيام بذلك. تناول الأرغفة المستطيلة بهذا الشكل وضعها عند الطرف الآن. هل أتلفت يوماً الخبز الذي حضرته؟ هل أتلفت الخبز؟ أجل، حصل ذلك عندما نسيت وضع الملح. عندها تضطر لإعادة الخبز وهذا أمر مزعج. سنقطع الأرغفة المستطيلة. هذا يسمح لنا بنقش الرسومات الموجودة على الأرغفة المستطيلة التي تراها في المحل. كيف نقوم بتقدير كمية الخبز التي يطلبها الزبائن؟ يتم تخزين العجين في الغرف في حرارة متدنية، مما يسمح بخبزه بالتتابع على مدى النهار، وذلك من أجل الحصول على الخبز الساخن، وأحياناً نتخلص من البقايا. بعد 16 دقيقة من الخبز على حرارة 260 درجة، تصبح الأرغفة المستطيلة جاهزة للتذوق. هل تفقدت الأرغفة؟ جيدة. أتعلم ماذا سنفعل الآن؟ تبدو لذيذة. ستأخذ كل الخبز، ستأخذه إلى منزلك لتجعل عائلتك تتذوقه. هكذا ستخبرني إن وجدوه لذيذاً أم لا. حسناً، شكراً. إلى اللقاء يا مارتن. إلى اللقاء.